العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة شرق سوريا تضم رفات أكثر من 200 شخص. العثور على جثة السيدة هيام حسن مقتولة ومرمية في منطقة الكسارات بالقرب من قرية تل زعيتر على طريق الحسكة، وذلك بعد سرقة ما بحوزتها من نقود ومصاغ. الجيش الوطني يضبط صهريجا محملا بالسلاح والذخيرة في قرية تلعار بريف حلب الشمالي أثناء توجهه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متجهة إلى سوريا، وتقول إن هذا العمل غير قانوني. المحامي أنور البني يقول إن قاضي التحقيق الإسباني بدأ بسماع الشهادات حول التهم الموجهة لرفعت الأسد حول مصادر أمواله. متحدث باسم الرئاسة التركية يقول إن تركيا ستستضيف القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في آب المقبل. خبراء في الأرصاد الجوية يحذرون من أن عاصفة شمسية ضخمة تتجه نحو الأرض قد تؤدي إلى مشكلات تقنية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.